استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواعي دروس قاسم الزبيدي بمكتبه بالعاصمة عدن الأربعاء رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي، واستمع القائد الزبيدي من رئيس المصلحة إلى شرح تفصيلي عن سير العمل في رئاسة المصلحة ومكاتبها في المنافذ البرية والبحرية وكذا الجوية، والجهود التي تبذلها رئاسة المصلحة ووزارة المالية في سبيل تفعيل الأنظمة والقوانين الجمركية وحصر الإيرادات الجمركية في عموم المحافظات وتوريدها إلى البنك المركزي. من جانبه عبر القباطي عن شكره وامتنانه للنائب الزبيدي على مواقفه المساندة لرئاسة المصلحة وتذليل الصعاب التي تعترض سير العمل فيها، مؤكدا حرص وزارة المالية ورئاسة مصلحة الجمارك على تطوير قطاع الجمارك واستعادة دوره الاقتصادي باعتباره أحد الموارد الاقتصادية الحيوية للدولة.